حطوا لايك، حطوا اشتراك، حطوا كومنت. هعيط. عايزين نعيط ولا تحطوا لايك؟ حطوا بقى لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفتيني على المقدمة؟ النهاردة بقى عاملين تحدي. تحدي ايه؟ شاورما. تمام. انا حاسس ان التحديات دي غير عادلة، هي بتبقى مطلعة اكبر واكبر. شاورما فراخ وشاورما لحمة، كل واحد مننا معاه 3 سندوتشات. تمام. بطاطس ودي تومية وحاجة ساقعة بس 7 بيضة. تمام. هنشوف بقى مين اللي هيكسب. بس دي مش حلوة برضه، ما تاكلهاش براحتك. الرهان بقى على ايه؟ التحدي بقى على ايه؟ فارس كان عايز يجيب حاجه ب 200 جنيه وانا بصراحه رفضت ان انا ايه اديهم له، يعني شايفه مش وقته. هو معاه 200 جنيه في الحصاله. لا مش هقول. هو معاه 200 جنيه في الحصاله، كان عاوز ياخد منهم مني 200 جنيه كمان عشان يجيبها. تمام. وانا قلت له لا مش دلوقتي. المهم ها تبعنا. طب تيجي نعمل تحدي؟ تمام اتفقنا. لو هو خسر انا هاخد ال 200 جنيه اللي معاه ويبقى القصه دي انتهت، اللي هو كان عاوز الحاجه اللي يجيبها دي انتهت. انتهى خالص. لو هو كسب انا هديله 200 جنيه ويجيب اللي هو عايزه ويكمل على 200 جنيه في الحصاله. متفقين؟ بس يلا يا بق لما نشوف. يلا نقول بسم الله. بس مش بسرعه، اللي يخلص بقى. لا مش بسرعه، التحدي عادي يعني لحد اللي يشبع بقى ويستسلم قبل التاني. تمام. واحنا عارفين طبعا مين اللي هيستسلم عشان اتعودنا على البق وكده. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعد كل حاجه حلوه. مش حلوه، حاجه مش حلوه بجد. ايه هي؟ دول ايه؟ حاسه مش حلو. وايه ده؟ سود. ده احساس جالك منه من نفسه كده يعني؟ طب ما تاكلش. شبعت الحمد لله. استسلمت خلاص. يلا يلا تشويات نهائيه. عجبتكم ازاي تعملوا الشاورما الحلوه دي جدا؟ بتاعت الوسع ولا لكم ازاي تعملوا التوميه دي؟ بتاعت الوسع هيطلع لكم في اي في الجنب. حلو حلو. انا كده المونيوم. انا صورت لكم فيديو بطريقتها حلوه جدا والله. انا مره بعت كتبتها من بره. ثلاث سندوتشات او الاربعه مش فاكره بالظبط، كان باربعه ب 120 جنيه. كلفتش معانا حاجه يعني. كيلو لحمه، نص كيلو لحمه ونص كيلو فراخ، عمره 8 سندوتشات. انت عامل ايه؟ بقالي يومين ما فطرتش ويوم ما اتغديتش عشان يكسب التحدي. شوف انا اللي هكسب. مين اللي قلبك؟ قلبي حاسس. قلبي كل ما قلبها يحس بحاجه مش بتحصل. نفسي اعرف ازاي بأمانة. ولدي بأمانة كل ما قلبي بيحس بحاجة مش بتحصل. اه دي تقول ايه؟ هتروح الامتحان او لو قابلت صاحبك قوي الشارع هيحصل مشكلة. بقابله عادي مش هيحصل مشكلة يعني. بقابله من ورايا. انا حاسس كده. انت اللي خسرت. هديكم 200 جنيه وخسرت. زي البيتزا برضه. خدت 100 جنيه. فتش منك. فتها. من بابا. كان بابا اللي كان مدينا فلوس البيتزا اصلا. مش كده خالص. فلوسها بتوصل لها خامس ومثلث. تفوز التحدي بس خامس ومثلث يوصل لها فلوس. بس فعلا انت ما عرفتش انك هتكسب. بقول لك يبقى لي مين ما اكلتش. بس على فكره كده في ظلم. انت مالك اكبر من عدد ازاي متحمل تحدي معاك انا؟ مالكش دعوه. انت اللي اخترت. ما خلصت؟ انا بسرعه عاوز اخلص ثلاث سندوتشات. انا خلصت اول ساندوتش. تمام؟ ايه شعورك؟ نعم. شعوري ان انا جعانه لسه هاخد تاني. هيكون ايه شعوري يعني؟ انت شبعت مثلا. عارف الساندوتش التاني يا جماعه. بتعملي الحركه دي مش بحبها.
المشكله انت عارفه انت تحصل. ايوه بق اكبر بق في مصر يعني. تيجي نكبر التحدي بعد الشاورما ناكل هريسه؟ ايه رايك؟ مش هنخلص تحدي. فكك الامل؟ لا امل اهو وامل اهو. انت زميلة جمهوريتنا مش امل. او طبعا حط وقت نسيت اقول لك. لا ما تشوف عجيبه شفتك وعرفتك وعجيبه ان ما حطيتش لايك شفتك. بص ايدك تنزل كده. بص عرفتك قاعد تنزل جيب لايك ازاي. بص هتحط ايدك كده من الجنب اليمين ايه تسحب كالتا هتلاقي لايك على اليمين كده دوس عليه دوس لايك في سبسكرايب بقى دوس كده على الزرار من احمر يبقى رصاصي وخلص ودوس جرس. بس سندوتش عمالي بوز بوز. اما انت عامله لنفسك حاسس انت عامله لنفسك قليل والله حاسس ان انت بتاعك مش كبير. ظالمني مش قد التحدي ما تعملهوش. عارف قد التحدي اي فكره عند عند الجمهور يحطها. انت مش مركزه معاهم ليه؟ تمام مع اكل ده الكلام اللي هياكل. انا عايز اكل. انت حد عايز يحطه في التعليقات تحت. هيبوظ. لا لا لازم يبوظ. نو مين بقى انت عامل ايه؟ الحمد لله انت كويس. اه بس ايه I love you baby. عمال بتمني لا ما اكملش. بتمني انا انا هستنيك ان شاء الله تقعد ساعه حتى انا ده خلاص ساعتها السندوتشات وانا ضغطت خلاص ثلاث سندوتشات. ايه اللي هيحصل؟ بقول لك على حاجه معايا تمام لو ما قدرتش في حاله التعادل الفلوس تتقسم ما بيننا. يعني المتاع تتقسم ما بيننا وانا 300 بكام على 50 واجيب الحاجه مش غاليه قوي صح؟ لا اديك 200 جنيه؟ لا ما هعمل ايه؟ استسلم. طب ما انت ما اكلتش يعني انا باكل سندوتشين وانت لسه في سندوتش وتقول لي استسلمي؟ لا يا بابا ده كده نصب. بصي نوش عمالي بوز هو ليه؟ بوز كان زمان اول ما تحشي فطرت بلحم. وقالوا لنا في التعليقات احتفلتوا بالكريسماس ازاي؟ احنا احتفلنا احتفال رائع جدا. نمنا قبل الكريسماس. نمنا حوالي الساعه 11. نمنا وكملنا نوم يعني. بس قلنا الساعه 12 ونص كده قعدنا بقى. التاني ده يبقى ظلم. لا مش ظلم انا بشتغل في الثانية. عايز تريح شوية ماشي. مش هستسلم. طب انا اكلت رغيفين مش فاكر انت هتكمل رغيفين ولا لا. انا مش هقدر اكل التالت بصراحة. بوجه لك يا خالتي سلسو. انتي وخدتي له. لا باكل اهو يعني مش فرفور بس. انا بصراحه مش قادره اكل اكتر من سندوتشين مش هكذب يعني. تعالي معايا يعني وهديهم لك كمان علشان ما بقاش في دروس الايام دي فوفرنا الدروس فهديهم لك. اكتر من كده ما كانش في تحدي ولا اي حاجه تخليني اغير الراي.
يا حبيبي مع اني عندي يلا يا بيتا يا شطوره كلي الساعه يلا كلينا كمان يلا كلي يا بنت انت ال 200 جنيه خلوك بص حرام عليك معاك لما انا بتشتمك عايزين تعيط طب ايه طب انا زهقت طب انا عايزه اقوم طب انا عايزه اشرب كوبايه نسكافيه طب انا عايزه اشرب اي حاجه اعمل ايه هتطلب هات ايه خميسه نسكافيه حد يشرب نسكافيه طب انا عايزه اقوم انت هتطول يا كنا عملناه بوقت انا مستعجله قوي يا ابني مستعجله جبت ورقه بس قوي خلاص مني حاجه ايه خالص مع انك اتغديت وانا ما اتغديتش ايوه في دي الملك على كان عايزه الساندوتش اكمل انت بتحسبي ايه مدي 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 عمل يلا خلاص بقى حمار حاسه انت تعبت ضغط طلعت هنا يعني مش عارفه بس انا حاسه انت تعبت ولا حاجه حلوه ما تحس فارس من ساعه ما سمع حوار محمد وبسنت بيقول ايه كلهم حبوا انا مخت... ده عليها عملت خزيت ياسمين بيحب انا مالي بقى ايه قطع عليها عاد احبها كمان مش ضعف حبيني حلو I love you baby مو دي مش زي امك حبيبي يا love you baby انت علمت بس انجلش يعني مش شرط اكون متعلمه في مدارس انجلش لا شرط انا اقول لك I love you baby I love you baby بنقولها لنا حاجه انت عارف انا خلاص ده وقطمه من هنا خلاص خلي بالك ادني قوي صوتهم بيقول لي بس والله العظيم فعلا تعبان مش قادر بس انت بتستفزني عملت استفزني لما البيتزا تعبت رايك بالهوا كل على فرجة يعني انا مش قادره بصراحه يعني هاكل غصب بقولك بقالي يومين مفضي مش اي حاجه بس ماشي انا بقى ما رضيتش الغدا قلت عشان ايه اقدر اكل ساندوتشين بس صحي فطار شاي بلبن طماطم بقسماط قلت عشان اكمل السمشات بتاعتي وفي الاخر مش في حاجه 200 جنيه عشان 200 جنيه اصلا بنتي تزمي نفسها والله يا خبيث فضلت استفزت فيها هخش في الكراسي مع اني هتعب بس تفزنيش ما تضغطش على اوتاري انت ما اكلتيش الثالث هتعبي ممكن تستفزني انت ما تاكليش وسني انت ملك انت قادره كمان لا وهتعب معلش توجعني بصراحه وغير كده كمان انا ضد مبدا التحدي بالاكل يعني اكل على قد طاقتي لكن انا اكل فوضى عشان اعمل تحدي ولا في الاسراف في التحدي وفي كميات اكل ولا ان انا اكل فوق طاقتي يعني ليه يا جماعه في ناس بتقول لي احنا الحاجات دي مكلفه قوي حاجات دي مش مكلفه يعني. احنا التحديات الكام تحدي اللي عملناهم الاكل بتاعنا في البيت الطبيعيين العادي جدا مش بنتكلم اللي هو الاكل اللي انا بعمله مثلا كل اسبوع بعمل لهم اكله كده تحديات وكلام من ده واجيب كميات اكل ده اسمه تبذير وحرام انا شايفاه حاجه مش كويسه يعني حاجه دونت نايس هات يا يوسف انت عايزه بطاطس طيب ده وخش بقى بطاطس كوريا يا يوسف محدش فينا عايز بطاطس يعني. احنا يا جماعه في ناس هنا وحوش يسرى قاعده بقى مش طايقه نفسها عشان ما طلعتش معانا يعني حاسه ان هي بص هتنتحر عشان ما طلعتش معانا وعماله بقى مش مبطله وش 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 مش فاصله وش 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 ودي كده من هنا وانت قاعده ماما ما رضيتش تطلعني شفتي منكوشه جميله لو وريها وريتها لكم دلوقتي هتصطدم عسل كلهم بحبه مش حاجه الوحش هو اللي كسبان المره دي ايه احمر كده هو كسب المره دي مش عشان هو مش عشان الفلوس قد ما عشان يثبت لخالاته ان هو مش نايتي عشان هو بيقعد يقول له انت واد نايتي بقى انت واد نايتي مش عارف تكمل بتنسى ساعتها كنت قاعده كتير النهارده على ماما ماشي ارتاحي ارتاحي غرمتي 200 جنيه ماشي ارتاحوا انتوا الاثنين لازم تعرفوا عارفين نفسكم هتشوفوا الفيديو وعارفين نفسكم ارتاح هاخدهم منكم كل كرم الصراحه مظبطيني كل ما اشوفهم 200 جنيه 100 جنيه 50 جنيه مظبطيني طب خلاص ما ترحمني بقى 200 جنيه وتاخدهم منهم لا ناخد منكم منهم مستغل اصل نفسي طب ايه انا زهقت من القعده انا زهقت من الاكل بس انا اكل ده انت بذمتك قادر عشان يبقى في مكسب بس مش ونص لا مش لا بص انا هاكل حته صار لا طب انا خدت قطمه ماشي نص عادي كلامك يعني ايه عادي كلامي اللي هاكل لا بس ماشي
صغيره. انت ليه بتعمل الحركه بايديك دي؟ ليه؟ اللي هو اسمه ايه ده؟ لا عارفه لما بيجي مربع على وشك كده اخضر عشان ما يجيش المربع على وشك والبتاع يتعمل عليه كانه مش باين عشان يجي عليه هو بس. لا في حته فراخ وهي لازم تاكلها. طب دي اخدها ازاي؟ ماليش فيه. لا هي واقفه بص كده عامله كده نقطه تقع منك يعني. استني انا دبست في 200 جنيه لما اشوفكم يا اللي في بالي هاكلكم. بصوا يعني هتحطكم مكان سجاده الصاله هتعملكم سناش هرشكم في الارض كده رايح جاي. انا فاكره الناس بتقول لها شاي ناعم شكرا. ما فعلا امور صح. انا امور الناس هم قدامنا ديهم بوسهم كمان. انتوا احلى ناس والله انا بحبكم جدا. بس بتحبكم صح يا صحيو ضبط يوم نار كمان. اخ انت رخم. انت ايه انت ايه خلاص انا جبت لك حقك خلاص. استنى في الكلام سندوتش سبيحه. خلاص يا جماعه هو كسب واخد ال 200 جنيه ايه لسه هاخد حقي خلاص. انا ماشي انا طب انا هكسب. لا تعادل. لا ما تعادلش. انا حاسه ان انا جوع. انا ما تعادلش من حريم. من حريم انا ما تعادلش مع حريم. انا حاسه ان انا جوع. لا لا ليه ماشي ماشي هتقدري تاكلي. طب لو انا اكلت ده بس تقولي بسرعه ايه ده تاكلي. لا احنا قلنا مفيش كذب. احنا قلنا معتدلين معتدلين خلاص. طب خلاص متعادلين. خلينا متعادلين. طب خلاص يبقى بنفسي راضيه. تاكل حته صغيره. لا خلاص متعادلين متعادلين والله متعادلين. بس براحتك. انا حاسه بتعبت في التحديات لازم احد يكس. انا ما اتعادلش مع حاليا. ماشي يلا اتفقنا. بتموتي ليه يا قطه؟ 200 جنيه وجعني يا فارس. الموضوع مأثر في نفسيتي. بحب نفسي. بحبك ليه؟ انت من النوع بتحب نفسك. فانت بتحب نفسك يعني. هي حته صغيره؟ اسمهم ايه بيحبوا نفسهم؟ مغرورين. لا لا. بحبني. اسمهم ايه؟ بحبك ليه؟ بحبني. لا نسيت. بحبني. هما ليهم اسم كده بس انا نسيت. اللي هو نرجسي. انت نرجسي بتحب نفسك. كل 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 تولي اسئله. راحت فلوسك يا ساره 200 جنيه. اوتم بغل بغل قوي. انت ايه يعني؟ انت حماد. يلا قولي تدي 200 جنيه. ال 200 جنيه مش مرفوض. ال 200 جنيه مش مرفوض. ومين اللي كسب؟ مين اللي كسبت؟ انت قدامك بنتها. هتقولوا ايه؟ هتقولوا ايه بنتها؟ يعني ما كسبتش خلاص. هديله 200 جنيه يا جماعه. انا الصراحه انا خسرت. انت كسبتي انت بجاتين بس وهو خسر. انا اصلا مقتنع. لسه في نعده بس انا مش عايزه اخلصها. يا راجل لا كمل كاتب قوي. عايزه اقول لكم ان هو بس ربنا يعديها على خير ما يحصلوش حاجه بعد التحدي ده لانه اكل فوق طاقته. انا عارفه اكله ابني وعارفه ان دي فوق طاقته. بس هو مادي يا مادي يا مادي متخليك يا عادي. كاني بشكر فيك الكلمه دي صح. نعم. فارس بالنسبه له كاني اقول له بحبك. نقفل بقى معاهم عشان هقوم. بص عشان يرى. ماشي يا جماعه انا خسرت التحدي وخلاص من زعلانه. ودول 200 جنيه اقوى واحد في مصر. مش مزورين والله. 200 جنيه 200 جنيه. انا 100 انت 100 احنا الاثنين واحد. ليه يا اقوى؟ ليه يا اقوى؟ لا خليهم لك. 25 جنيه. لا خليهم لك اصلا خلاص. تعالى منين؟ من بطن الحوت. هم مشجعوك وانت فليتني انا كده. النهارده كان احلى تحدي لشاورما عشان اول تحدي يكسب فيه. بس ان شاء الله التحديات الجايه هبقى اعمل حسابه مش هخليه يكسب. كسبتي تحدي البيت. فرحان طبعا. التحديات الجايه شوفوا انتوا خيروهم ولا هم يقولوا. انتوا شوفوا لو عايزين تحدي معين قولوا لنا واحنا هنشوف بقى نفكر في ايه التحديات الجايه يعني. وادي ال 200 جنيه اللي هي تاني. وشكرا لو انتوا وصلت لحد هنا من الفيديو مش تحط لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان لكم كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم وحطيتوا لايك. لو ما حطيتوش لايك وما اشتركتوش في القناه انا هزعل وهجيب ناس تزعل وهفضل اعيط ولو فضلت اعيط هغرق الدنيا دموع وانتوا حرين بقى.